انا عايزاها في الشمس هنا. اهلا وسهلا بكم اعزائي متابعي ومشاهدي ابو كبير ميديا في كل مكان. معاكم النهارده في لايف جديد ومميز جدا. احنا موجودين هنا في اكبر مزرعه نعام موجوده في مصر. طبعا بيقولوا على لحم النعام لحم الملوك، وده طبعا مشروع الذهب. هنتعرف بالتفاصيل دلوقتي مع الباشمهندس مينا، وهيقول لنا كل تفصيله في النعام وايه اهميته وبيستخدموه في ايه وبيربوه ازاي وليه قالوا على لحم النعام هو لحم الملوك. ممكن تيجي هنا؟ ممكن بقى تعرفنا بنفسك. انا اسمي مينا وحيد، اصلا من اسوان، ماسك كذا مزرعه للنعام، لان انا اعتبرتها حاجه كده قديمه كده ومشيت عليها. يعني النهارده داخل في 15 سنه. النعام ده ليه قصه كبيره معايا، مش النعام بس، النعام والغزلان وكذا حاجه. بس الفكره كلها ان النعام ليه معامله حتى قريب من معامله الخيل. ان هو مشكلته في رجله، مشكلته ان هو ياكل رمله، مشكلته ان هو يتعرض لمشاكل في الفتره لحد ما يخش 6 شهور. المشكله طبعا ان في مزارع كتيره بقى بتقول على موضوع علف وحاجات بيحطوها للنعام كلها مش نصبين فيه، يعني مش عاملين فيها نسبه البروتين مظبوطه، فدي بتخليها تخش في مشاكل. ليه دايما بيقولوا على لحم النعام لحم الملوك؟ لحم النعام لحم الملوك لان اللحمه الوحيده اللي ما فيهاش كوليسترول هي لحمه حمراء، ولحمتها جميله جدا وصحيه جدا. يعني انت لو دورتي على لحم النعام هتعرفي ان هي افيد لحمه ممكن فعلا تاكليها. ومش بس النعام، لا ريش النعام، يقول لك انت بتنام على ريش نعام، ريشه غالي جدا. الريش ده بنعمل منه منافض وبنعمل منه مخدات ومراتب وكل حاجه فيها بنستخدمها اصلا، الريش الجلد. طب هو فعلا لحم النعام بيوصل كيلو 350 جنيه؟ وفي ناس بتبيعه اكتر من 350، في ناس بتوصل لحد 400 كمان. تمام. وبعد كده دهن النعام برضه بيتباع، دهن النعام مفيد جدا للمفاصل ومشهور جدا. ليه دايما بتقولوا على مشروع النعام هو مشروع الذهب؟ لان هو بيطلع من مفيش. انا لما اجيب كتكوت النهارده عمر يوم وفجاه يبقى 6 شهور بالحجم ده يبقى ذهب. ان انا لو بسمن عجل مش هيبقى بالشكل ده، لما يوصل باللحمه دي في وقت قليل هيبقى دهب. طب احنا ما ينفعش ندخل بعد النعام الناحيه الثانيه؟ النعام ده اللي جوه ولا صعب؟ احنا ممكن نخش على الاسره دي، هي هاديه شويه، لان هو اصلا في موسم التزاوج بيبقى الذكر جوه موضوع صعب. على طول دول شكلها عايزه تطلع معايا. ده هنا الفكره كلها ان عملوها مجموعه شباب. قول لي بقى الفكره دي جات لك ازاي، بما ان هي مجموعه شباب عمل المشروع ده. انا بساعدهم، انا معاهم اصلا، كنت من البدايه. جابوا 15 كتكوت، ال 15 كتكوت اهتموا بمجموعه من الكتاكيت ووصلوا يعني عدى عليهم 3 سنين ووصلوا باسر، لان هم ما كانش عندهم امكانيات ان هم يخشوا في اسر. فاحنا بقينا نعمل لحم وبقينا نعمل اسر للتزاوج، ودلوقتي جابوا حضانه وصرفوا على المشروع عشان يكملوا فيه. وده المفروض ان ده اول موسم هنا عنديهم للاسر الكبيره. ده الذكر، ده الذكر البالغ اللي هو الاسود ده، اللي هو بيبقى الاسود، المنقار بتاعه بيبقى احمر ورجليه حمراء. ده بيبقى داخل سن بلوغ. دي النتي اللي شغاله للتخصيب. حتى لو بصيت على لون الريش غير اللون اللي جوه. ليه؟ لان دي خلاص بقت هي البياضه بتاعتنا، هي اللي اخذت العمر في الانتاج. تمام. واللي جوه دي كانت تسمين عشان الذبح. دي عشان الذبح، دي بتبقى خلاص بقى الفتره اللي هم بيطلعوا منها كتاكيت بيكبروها بعد 9 شهور بنقوم نذبحها. ودي اسر منتجه،
الأسر المنتجة النهاردة مبالغ كبيرة، فمش أي حد بيقدر يجيبها. هي ممكن مثلا تبيض كام بيضة في الموسم؟ الموسم كله ممكن توصل لحد 80 بيضة لو العلف مظبوط والخطوات اللي ماشيين عليها مظبوطة، فبتاخد لحد 80 بيضة. تمام. ايه المشاكل اللي ممكن تقابلك في تربية النعام؟ المشاكل اللي ممكن تقابلني ان انا لو مثلا الاكل العلف منزلش، فالنعام اكل رملة، فدي مش اي حد بيعرفها. على دماغي هي بتحب تنقر في اي حد اصلا، فدي مش اي حد يعرفها ولا تبان عليها غير النعامه ان هي رقدت مش عايزه تقوم. تمام. فمجرد ما النعامه رقدت دي بقى بنخش بقى في مشكله بقى، ان احنا لازم نفضي الرمله ولازم ننزل كل اللي في بطنها ده عشان تقدر ترجع تاني. انت بقى بتفضي بطنها والرمله دي ازاي؟ بصي، هما ليهم كذا طريقه. انا ممكن بجيب في نوع من انواع الخراطيم كده بدخله فيها، وبنضطر ان احنا نعمل لها غسيل. تمام. فبنغسل، بننزل كل الحاجات الموجوده ده لو في المشكله اللي هي مش لاقيين لها حل، يعني مشكله صعبه كبيره. وفي مرحله تاني اللي هي لو اكله يعني رمله قليله نسبه قليله، بشتغل عليها بالفيتامينات وبشتغل عليها بالميه يدوي. هي طبعا مش قادره تقوم، فانا بشتغل عليها كل حاجه هي ورقده مكانها. تمام. لحد ما هي بتصفي الحاجات اللي جوه وببتدي اقومها. احنا عرفنا كمان ان الذكر بيغير على النتايه بتاعته جدا، يعني احنا لما نيجي جنب النتايه دي هتلاقي الذكر، بصي بص حركاته، هو بيزهق عليهم اصلا، ما حدش يجي جنبيهم خالص. تمام. هو ممكن ما يهجم علينا؟ لا، هو ده الوحيد اللي طالع من الطيبين، لكن التانيين ما تقدريش تعدي من جنبيهم اصلا. التانيين عايزين يطلعوا. الاسر بالذات في موسم التزاوج مش اي حد يخش عليهم غير الناس اللي شغاله هنا، هم اللي يقدروا يخشوا ويطلعوا. تمام. قلت لي هما بياكلوا الرمل ليه؟ علشان يهضموا. بياكلوا الرمل مع العلف. يعني انا الاسر المنتجه بتبقى ليهم وجبه في اليوم. انا النعامه الواحده بحط لها كيلو الصبح وكيلو اخر النهار، يعني بتاكل 2 كيلو في اليوم علف. فباقي النهار كله بيتحدى من الارض. حتى لو بصيت على الملعب احنا لسه داخلين، مش هتلاقي فيه حمام ولا تلاقي فيه حاجه. هو بياكله وبيهضم، بيهضم تاني ويرجع تاني الاكل. تمام. فعشان كده هم وقفتهم على الرمله والحصو اللي موجود في الارض ده بيهضم بيه في المعده. طب انا عايزه اعرف النعام هيبقى لما بيبقى يتعب انت بتعرف ازاي؟ رقد اول بيروح. مرحله ليه بيبقى مدروخ، بيقف بالعافيه، حركته ما بتبقاش نشيطه. بيبان عليه في تفاصيله، في منظر عينيه، في بصته، ما بيقدرش يقف الوقفه دي، بتلاقيه واقف دايخ. تمام. تعالي خليك ورا سنه عشان الذكر ده يعني كويس ان هو مستحملنا لحد دلوقتي. طيب احنا عرفنا ان النعام بيدفن راسه في الرمل زي ما الناس بتقول، بيدفن راسه في الرمل. اقاويل زي دموع التمساح وزي الحاجات اللي بتقعد تسمعيها. النعام ما بيدفنش راسه في الرمل. النعام لو بصيت الحته اللي ورا دي فيها منظر، فيها حتتين كده من ورا دي الودن بتاعته. فهو لما بيحط راسه في الارض بيعرف الدبه اللي جايله من انهي جنب، بس ده في البريه عشان يسمع. لكن هنا ما فيش الكلام ده، هنا مجرد ما تعملي صوت هو بيقوم يكسر في المكان كله من الخوف. لكن ان هو يقوم ويدفن راسه في الارض والكلام ده لا. ليه بقى؟ احنا برضو عرفنا ان النعام اول ما بيصحى الصبح يفضل يلف. يرقص. الذكر بيعمل راسه التزاوج، تلاقيه وتلاقيه الصبح واقف هايش الريش ويفضل يلف هو والنت. فدي بتبين لنا ان العلف والحاجات اللي مديها له مخليها نشيط. يعني الحاجات اللي احنا بنحطها له في الاعلاف وفي الميه بتاعته بتخلي الجسم معاهم حلو، فبيفضلوا طول النهار بقى الرقصه. تلاقيه واقف ايه بالظبط بقى؟ ويلف حوالين نفسه. هوريكي منظر الخلطه بتاعته احنا بنعملها. هي بتكون النسبه كبيره فيها 60% ادريس والباقي بتكون ذره. يعني دي الرقصه بتاعته ولا ايه؟ ولا هو كده بيجري؟ الخلطه بتاعته بتبقى احنا بقى عاملينها بنسبه ان كتكوت ليه خلطه، التسمين ليه خلطه، البياض ليه خلطه. ان احنا ما بنخلطش على كل حاجه بناكلها اي اكل وخلاص، ولا بنرمي له اي حاجه، فعشان كده الدوره بتاعته بتمشي عندنا حلو. تمام. يعني انا يعني مثلا من دول موسم الانتاج بتاعه ذهب، انا بدخل الحضانه ده البيضه بتاعته ذهب، ده البيضه الفارغ بتاعته بتتباع، الجلد بيتباع، الدهن بيتباع، الريش بيتباع، كل حاجه كل مفيده فيه. طبعا هو لحمه ما بقاش تقيل زي لحم البقر او ما فيهوش كوليسترول، لحمته حمراء وما فيهاش كوليسترول. ده ايه ده بقى؟ دي بقى شكل الخلطه اللي هو بياكلها. بتبقى فيها نسبه ادريس وذره وصويا، بس بنسب، النسب دي احنا بنمشي عليها بتبقى بودره زي كده. هو بقى هي دي الاكله بتاعته، بياكل منها كيلو كيلو في اليوم. فهو يعني مكلف. كمان مش مكلف، مش مكلف في حاجه. وبعد كده بيدي اوزان، يعني انا ده لو فتحت لهم في الاوزان هيبقوا اكتر من كده بكتير. يعني دي مثلا ممكن توزن لها كام كيلو؟
ولا النهارده لا، ممكن تخش لها مثلا لحد مثلا 80 90 كيلو، لان انا مش مديهم في العلف، لان انا لو اديتهم في العلف مش هيبقوا بياض، هيبقوا عمرها قد سمين. ايه اصلا؟ النتايه دي عمرها سنتين، والذكر ده عمره 3 سنين النهارده. وده يمكن اول موسم في المكان هنا، لما انا دخلوهم هنا المكان هيخش فيه شغل. طبعا بيختلف ما بين التسمين وما بين طبعا البياض في السعر. في السعر، لان الاسر البياض النهارده لما بكلم في اسره بياض بكلم فيها بمبلغ، وعلى حسب لو ريش سليم